أما بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة بإذن الله، فالنهاردة وزارة التعليم هتبدأ تلقي التظلمات على نتيجة الثانوية العامة، وده هيكون إلكتروني على موقع الوزارة، هيستمر لمدة 10 أيام. النهاردة كمان هينطلق الأوكازيون الصيفي 2022 ويستمر لمدة شهر، وعدد من المباريات في الدوري المصري طلائع الجيش قدام إسترن كومباني وإمبي قدام سيراميكا كليوباترا. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، وزارة التربية والتعليم هتبدأ تلقي التظلمات على نتيجة الثانوية العامة، وده هيكون إلكتروني على موقع الوزارة لمدة 10 أيام. رسوم التظلمات ب 300 جنيه لكل مادة، والوزارة قالت إن الرسوم دي بيتم إيداعها في حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية. كمان النهاردة هينطلق الأوكازيون الصيفي 2022 وهيستمر لمدة شهر، ومن المتوقع أنه يشارك فيه حوالي 4000 محل. السنة دي تم تيسير كافة الإجراءات لمشاركة المحلات التجارية في الأوكازيون علشان توفير منتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، وفي مجموعة عمل وغرفة عمليات مركزية للتأكد من طرح منتجات جيدة ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون، وكمان التأكد من أن العروض اللي موجودة في المحلات حقيقية مش وهمية. النهاردة هتعود بعثة منتخب مصر للأولمبياد الخاص لكرة القدم النسائية الموحدة إلى القاهرة بعد المشاركة في كأس العالم للأولمبياد الخاص واللي أقيمت بمدينة ديترويت الأمريكية، وقدرت لاعبات المنتخب المصري اقتناص الميدالية البرونزية من فريق جزر الكاريبي بعد الفوز عليهم بنتيجة 6-0 في المباراة اللي اتلعبت لتحديد المركز الثالث والرابع يوم الخميس اللي فات بملعب كورنر بارك بمدينة ديترويت المستضيفة للكأس. لعشاء الدوري المصري موعدهم النهاردة مع مباراتين في افتتاح الجولة 30 من عمر المسابقة، هيلتقي فريق سيراميكا كليوباترا مع إمبي الساعة 6:30، وفي نفس التوقيت هيلتقي طلائع الجيش مع إسترن كومباني.